عايز اسالك تحديدا على شادي حسين. شادي حسين تالق عظيم جدا مع سيراميكا كليوباترا، راح النادي الاهلي ما كانش بياخد فبعد شويه عن الصوره، رجع تاني زد وبدات الامور كمان تمشي معاه بتسجيل الاهداف. شادي حسين كان مشكلته ايه الفتره اللي فاتت، وازاي قدرتوا بسرعه تلموها عشان يرجع تاني يتالق؟ لا يمكن كابتن مجدي واحنا بنتعاقد مع شادي يمكن قال لك انا عايز اقعد معاه قبل ما اتعاقد معاه، ودي كانت نقطه فارقه معانا يعني بصراحه. ومع شادي كابتن قعد معاه اتكلم معاه، انا جايبك لعيب انت لعيب كبير، بس طبعا هي مشكلة ما لعبش في النادي الاهلي باستمرارية، فلعبته بعيد عن الملعب فبيحتاج وقت وبيحتاج صبر عليه. كابتن مجدي كل ثقته فيه اللي هو احنا معتمدين عليك وانت لعيب كبير، فكل شادي دلوقتي الحمد لله بيزيد، وهو لعيب مؤثر جدا معانا ولعيب مهم جدا، وحتى لما بيجيش جنبي مؤثر معانا بيصنع اهداف، والنهارده يمكن صنع جول وجاب جول. صحيح. لا شادي لعيب كبير وان شاء الله مع الوقت هيبقى احسن من كده باذن الله. ان شاء الله. زيكو بقى ده حكايته حكايه، من الموسم اللي فات متالق جدا، والموسم ده بينفجر بقى، يعني اللي هو واحد من احسن لاعبي الدوري، ان لم يكن احسن لاعب في الدوري الفتره اللي فاتت في العشر اسابيع. زيكو بطبيعه الحال انت محتاج بقى ايه، هتفكر في مستقبله، وهتفكر ازاي تقول له انه زد احسن حاجه في الدنيا، عشان مؤكد من غير ما اعرف، ما عنديش معلومه، الراجل ده هيجي له عروض كل 3 دقائق. والله كريم بص كابتن مجدي بيقولها، انا اشتغلت معاه في اكتر مكان، اي حد بيجي له حاجه هو مش مانع، اي حد لو حاجه جات له احسن هو بيمشي، بس كده اي حد هيجي له حاجه يمشي. بس طبعا انا بقول زيكو لسه بدري ولسه الحمد لله، وعامل طفره دلوقتي. صح. كان كابتن مجدي السنه اللي فاتت كان زيكو كان عنده اشتغل معاه على حته، هو حته الجون يهدف، بنشتغل معاه كمان برايفت اللي هو ازاي يعرف يكون. الحمد لله دلوقتي كابتن مجدي بيطمع كمان يقول له لا انت عندك احسن من كده كمان، وبيقول عندك افضليه انت تطلع هداف الدوري، وشغال على الموضوع دوت، والحمد لله ابتدى ينفذ الكلام اللي بيتكلم يعني. ان شاء الله. كابتن محمد ثابت صاروخ المدرب العام بفريق زد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، بهنيكم مره اخرى على مباراه اليوم وعلى المستوى بشكل عام منذ بدايه الدوري. فرقه لسه صاعده للدوري الممتاز ومتصدره الدوري الممتاز بعد 10 اسابيع. عظمه.